البقاع بيقدر يكون الموقع الاستراتيجي ونقطة عبور وترانزيت دولية. مينا جيف بالبقاع مشروع ضروري. مرفق بيروت ما بيستوعب أكثر من 1,200,000 كونتينر بالوقت اللي فينا نطلع على 5 مليون كونتينر ونأمن حوالي 3,000 فرصة عمل مباشرة ليكون عنا نظام اقتصادي متكامل. مشروع جدي وجاهز للتنفيذ. شركة استشارات عالمية عملت الدراسة. الخط رح يمرق فوق نهر بيروت ليوصل على قناطر زبيدة عبر 3 أنفاق وجسرين بطول 26 كيلومتر تحت الجبال دون حاجة لاستملاك. ومن قناطر الزبيدة بيوصل على شتورة ليكون عنا منطقة حرة بالبقاع. هالترين سرعته 180 كيلومتر بالساعة رح يربط بيروت بالبقاع ب 12 دقيقة. بتكون ببيروت وبترجع من بيروت، غير انه بيخلق فرص عمل هون، والاهم انه رح يغير الوجه الاقتصادي لمنطقة البقاع ويحولها لمنطقة عبور استراتيجية للعالم العربي. مساحة المشروع 4 مليون متر مربع بالمنطقة وهو جاهز ليتنفذ عبر البي بي بي. علينا بس نبلش نفكر عكبير.